فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الخف الشفاف يسمى خفا ومع ذلك لا يجوز المسح عليه لأنه غير ساتر. يشترط في الخف أن يكون ساترا، إذا كان غير ساتر فالواجب غسل الرجل لأنه ظاهرة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.